اهلا وسهلا فيكم بحكيتك. حلقتنا اليوم رح نحكي فيها عن الخدمه الجديده من شركه اورنج يلي رح تخليك تطلع من البيت وانت مرتاح، بتقدر تتحكم باجهزه الالكترونيات بالبيت من خلال تطبيق على موبايلك، وحتى بتقدر تتحكم بالكاميرات واجهزه انذار جديده برضه من تطبيق على التليفون. قبل ما نحكي اكثر عن منصه الحياه الذكيه من اورنج بمقابلتنا لليوم، بدنا نحكي عن الباقات المتوفره. عندنا باقه سمارت ون لايف يلي رح يكون معها كاميرا ذكية، قابس ذكي، وحساس حركة، وصفارة إنذار، وأكيد رح يكون معها حساس للأبواب والنوافذ. وعنا باقة سمارت لايف 2 يلي رح يكون برضو فيها كاميرا، قابسين ذكيين، حساس حركة، وصفارة إنذار، وحساسين للأبواب والنوافذ. آخر باقة عنا رح تكون باقة سمارت لايف 3 يلي رح يكون فيها كاميرتين ذكيات، ثلاث قوابس ذكية، وحساس حركة، وصفار إنذار، وحساسين للأبواب والنوافذ. كل يوم عم تتزايد الابتكارات بحياتنا وعم بتصير بتساعدنا بكل نواحي حياتنا، وأورنج عم بتقدم لنا حلول الحياة الذكية من يوم معانا أستاذ عمر المشيني اللي رح يحكي لنا أكثر عن مميزاتها وتفاصيلها. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر بحكيتك. أهلا وسهلا. اليوم بس لو تحكي لي أكثر عن أهمية الحياة الذكية من أورنج. منصة حلول الحياة الذكية من أورنج بتوجه عدة حلول مخصصة بالتحديد أكثر للتحكم بالمنزل الذكي. هلأ إحنا كشركة أورنج فخورين نكون أول مزود اتصالات محلي والأول ضمن مجموعة أورنج العالمية بالشرق الأوسط وإفريقيا، لنكون أول شركة بتقوم بتطوير المنصة للحلول الذكية وتطبيقاتها تحت علامتها التجارية، وهذا بيعكس بكل فخر التزامنا كأورنج كشريك رقمي للمملكة بتقديم جميع الحلول الرقمية للمشتركين، وبما يؤدي إلى تطوير الحياة وتسهيل الحياة على المشتركين لنساعدهم على أنه يكونوا قادرين على التحكم والسيطرة ومراقبة منازلهم عن بعد بأي وقت وبأي مكان. لو تحكي لنا أكثر عن كيف رح يكون دعم الأجهزة تقنياً؟ أورنج بتقدم منصة حلول حياة ذكية بتوجه أغلب الحلول للتحكم بالمنزل الذكي لتمكن المشتركين من التحكم بمنازلهم عن بعد، وبتقدم لهم الدعم التقني والفني. تعتبر منصة حلول الحياة الذكية من الإضافات النوعية للحلول المدعومة بشبكة الإنترنت عالية السرعة. هذا بيعني أنه أورنج بتقدم هاي الحلول الذكية لجميع مشتركيها على جميع الشبكات أورنج فايبر، أورنج 4G و4G بلس، بالإضافة أنه بتمكن جميع المشتركين على اختلاف شبكاتهم على استخدام حلول الحياة الذكية ليتمكنوا من أنه يكونوا على اتصال وتواصل مع منازلهم وأجهزتهم، تمكنهم من السيطرة والمراقبة لترتقي بنوعية وجودة التحكم بالمنزل. بعد ما عرفنا أكثر عن المنصة، لو تحكي لنا شوي عن الأجهزة المشمولة بمنصة الحياة الذكية. منصة حلول الحياة الذكية من أورنج بالمرحلة الأولى طبعاً رح تشمل جهاز الكاميرا الذكية اللي بتيح للمستخدمين القدرة على التواصل والتحكم بالمنزل لغايات مراقبة المنزل اللي بتؤدي إلى شعور بالأمان، وبالإضافة إنها بتأدي إنه ممكن مراقبة الأطفال لضمان حمايتهم وحماية العائلة. الجهاز الثاني اللي بتتيحه منصة الحلول الحياة الذكية هو جهاز إنذار اللي بيشمل على خدمتين: خدمة الحساس الحركة اللي هي تستشعر أي حركة في المنزل وبترسل نوتيفيكيشن أو تنبيه لصاحب المنزل على جهازه الخلوي، بالإضافة لصفارة الإنذار. والجزء الثاني من جهاز الإنذار اللي بتقدمه منصة الحلول الحياة الذكية هو حساس الأبواب والشبابيك. هو جهاز بنوضع على الأبواب والشبابيك بينبه صاحب المنزل أو مستخدم التطبيق إنه في حالة فتح لشباك أو باب. والجهاز الأخير هو القوابس الذكية. القوابس الذكية بتتيح برضو لمستخدمينها إنه يتحكموا بأجهزتهم لإطفائها وإضاءتها عن بعد عن طريق التطبيق من أي مكان وبأي وقت. برضو فيها خدمات اللي هي بتفرج المستخدم كمية استهلاك الطاقة للجهاز المشبوك على القابس الذكي،
وايضا بتساعده انه يوضع تايمر او يحدد الوقت المناسب لاطفاء واضاءة اجهزة معينة في المنزل. شكرا لك لوجودك معنا اليوم استاذ عمر بحكيتك، وشكرا انك حكيت لنا اكثر عن منصة حلول الحياة الذكية من اورنج.